بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من حلمك حقيقة. يا صاحبي يلي المرض هدك، مش عايزة أشوف دموعك نازلة على خدك. تمن الألم مغفرة في الدنيا والآخرة، بالعفو مين قدك؟ دي الشوكة لو شكتك تغفر ذنوب سكتك، بالعفو مين قدك يا صاحبي يلي المرض هدك. أعزائي المشاهدين، معايا على الهاتف فنانة جميلة جدا، الحقيقة يعني أحبها الشعب المصري كثيرا، وهي امتداد لملك الترسو، ملك الغلابة، البطل الكبير أوي فريد شوقي. وحينما أذكر فريد شوقي تتداعى أمام الذاكرة كل أعماله الفنية، رجل يعني أمتع المصريين صغيرا وكبيرا. معايا الفنانة الجميلة الأستاذة رانيا فريد شوقي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، حضرتك منورانا النهارده على شاشة الصحة والجمال. الله يخليك، أشكرك جدا. وعندما نقول رانيا فريد شوقي فإننا نجمع الصحة مع الجمال، ونقول لحضرتك أهلا وسهلا بيكي ونورتينا. الله يخليك، أشكرك جدا. الحقيقة يعني ناس كتيرة بتسأل إزاي الفنانة رانيا فريد شوقي محتفظة بنضارتها وتألقها وشبابها، ربنا يديمه عليك يا رب ان شاء الله. هل في وصفة معينة نقولها للناس بتخلي النجم يعني دايما متألق وفي نضارة في الوجه وما بيكبرش، يعني كل ما تكبر تحلى، ولا نقول ايه؟ لا لا والله خالص، هي بس العملية يعني شرب مياه مع فيتامينز. نعم. يعني أنا يمكن باخد فيتامينز كتير، يمكن في نفس الوقت طول ما أنا ما عنديش شغل ما بحطش مكياج، بريح بشرتي على قد ما أقدر، تمام. بحط زيوت، يعني بستغل الطبيعة دايما، الزيوت الطبيعية تمام. وده ده جميل بس، لكن ما فيش حاجة معينة يعني. جدا. طيب الاكل والشرب بقى، يعني ناس كتيرة قوي بيبقى لها طقوس معينة في الاكل والشرب، فما هي طقوس الفنانة رانيا فريد شوقي؟ لا والله يعني انا يعني نادرا نادرا لما بتعشى، لما يعني ساعات كده احب افرح نفسي فاشارك الجميع في العشاء، لكن تمام. عادة انا بكتفي بوجبة الغداء والعشاء، يعني يبقى فاكهة مثلا، حاجات بسيطة جدا، زبادي بالليمون كده يعني، لكن انا يعني مش من هواة الاكل قوي اصلا. نعم. يعني كونك بنت الفنان فريد شوقي ده يعني ألقى على عاتقك مهمة ومسؤولية كبيرة، لأنه يعني الواحد لما يطلع ويلاقي أبوه فريد شوقي يعني ده بيحط عليه مسؤولية معينة، تخوف أكيد المسؤولية دي؟ طبعا هي تضفي شرفا ووساما، لكن يا ترى تخوف في اختيار الأدوار، في انتقاء الأعمال؟ لأنه يعني تستطيع رانيا فريد شوقي أن تضيف الى تاريخ والدها العريق جدا، وربما مش عايزه هي ان تخصم، اقول، من رصيد هذا النجم الكبير اللي يعني له مكانه في قلب كل عربي. يعني ما زي ما حضرتك بالظبط، حتى يعني لو انا ما صادفنيش اني اقدر اضيف من خلال الاعمال اللي بتتعرض عليا بتتيح لي، فعلى الاقل ما اخصمش من الرصيد. لكن هي مسؤوليه كبيره طبعا، مسؤوليه انك لازم تبقى قد الاسم الكبير قوي اللي انت شايله. نعم. يقال أن ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي هي امتداد لأمها، شكلا ومنهاجا ومضمونا، تعليق حضرتك؟ هنشوف بقى، ده لسه هيبان، ما اقدرش احكم دلوقتي. بس أغلب لازم الناس الناس قالت، هي اللي تحكم. نعم، بس أغلب الناس قالت إنها فعلا خدت من روحك ومن شكلك ومن جمالك كمان. يعني اشكرك، اكيد اتمنى ان يعني اساسا تلقى قبول، يعني لو هي قررت ان هي تخوض تجربة التمثيل اتمنى انها تلقى قبول عند الناس وتبقى موهوبه فعلا، يعني ما يبقاش الموضوع لانها مجرد بنتي او حفيده فريد شوقي، فاتمنى انها تكون موهوبه فعلا. يعني يمكن نعم. لسه هي في مرحله الدراسه فما دخلناش المجال لسه، لان انا قايله لها خلصي دراستك الجامعيه وبعدين لك مطلق الحريه في اختيار طريقك للعمل. يعني انا الدكتور حسين الشورى استشاري كبد وسكر وجهاز هضمي،
ودايما انادي ان العفش بتاع العروسه بدل النيش يبقى فيه ميزان عشان العروسه ها توزن نفسها. فانت مع هذا ام ضد هذا؟ وهل تحرصين على انه فعلا وزن حضرتك يبقى يعني ثابت ومستقر؟ بص، انا عايزه اقول بس للناس حاجه، ان الجلابيه اللي بتتلبس في البيت دي خداعه قوي. يعني انا مش من هواة لبس الجلاليب خالص، لان انت بتاكل وما بتحسش بوزنك، لكن لما بتلبس حاجه يعني زي بنطلون او جوب او كده، بتحس ايه ده، ايه ده، دي ضاقت، ايه ده، دي مش عارفه ايه، فتبتدي تلاحظ ان الوزن اختلف. نعم. فعشان كده تلحق نفسك اول باول. يعني انا، ما انا اكيد تخنت في يوم من الايام، بس ما تخنتش الاوفر، بس على الاقل مثلا بعد الولاده في اوقات تخنت فيها 5 6 كيلو، بتوقف وارجع اللي هو الحقي نفسك، لان كل ما بتلحق نفسك افضل بكتير لما تسيب نفسك تسيب نفسك وتيجي فجاه تتفاجئ ان انت عايز تخس 20 كيلو ولا صحيح 15 كيلو. صحيح صحيح فالافضل ان يبقى انت دايما انت ميزان نفسك، نعم يعني انت تقدر تحدد لا انا تخنت، الحقي ارجعي بسرعه، توقفي عن الاكل، توقفي عن العشاء. يعني انا يمكن من الناس اللي ماليش دايت، انا عمري في حياتي ما عملت دايت، لكن بلتزم بسيستم عندي خاص بيا، وهو اني اوقف العشاء، ان الغداء اكل مكرونه ومحشي كل انا عايزاه، بس ما اقومش شبعانه ابدا الله ابدا، الله جميل لازم اقوم جعانه سنه كده، يعني اللي هو مره مع التانية مع التالتة معدتك بتقفل، صح فبيبقى الكميه اللي انت بتاكلها دي خلاص هي دي اللي تعيشك مش تطخنك. جميل جميل. آخر أخبارك الفنية ويعني مزيد من التألق إن شاء الله في مشروعات نقدر ننفرد بيها في قناة صحة والجمال؟ هي مسلسل قوت القلوب مع الفنانة الجميلة ماجدة زكي والأستاذ خالد زكي، وإخراج مخرجنا الكبير مجدي أبو عميرة، وتأليف الأستاذ محمد الحناوي، مع مجموعة كبيرة طبعا آخرون. فسعيدة جدا بعودة مخرجنا الكبير مجد مجدي أبو أبو عميرة. عميرة، طبعا 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 طبعا، طبعا فمستمتعة بصراحة بالشغل معاه. تمام. أنا الحقيقة يعني أستاذة رانيا فريد شوقي، لما حضرتك قلت الأسماء والخلطة الجميلة دي، لو كان للنجاح خلطة أعتقد أنها هتكون هذه الخلطة بإذن الله. من ال أتمنى إن شاء الله يا رب العمل يعجب الناس، وهو إن شاء الله ينزل يعني آخر الشهر الجاي بإذن الله. نعم، أنا عايز أقول لك مثال جميل هيبسطك، وهو تقريبا تلخيص لكل اللي حضرتك قلتيه. بيقول في مثل صيني جميل يقول: كل فطارك لوحدك، اقسم غداك مع حبيبك، وأعطي عشاك لعدوك. بالظبط كده، ده حقيقي جدا جدا جدا. طيب أي عايز أقول بس بعد هذه الأقوال الجميلة حضرتك تقولي بصوتك: هذه أقوالي رانيا فريد شوقي. هذه أقوالي رانيا فليتشو. حضرتك نورتينا وشرفتينا، وكان معاك الدكتور حسين الشورى، وانا سعيد الحقيقه بهذه الاطلاله بتاعت حضرتك. والنصيحه لما تيجي من نجم احنا عارفين وناس كتيره جدا بتحبه، اعتقد ان الكلمات يكون لها وزن اخر وثقل اخر وقيمه اخرى. شكرا جدا أشكرك، فنانتنا الجميله، ميرسي جدا، شكرا. ميرسي. اعزائي المشاهدين، سمعنا دلوقتي نصيحه خلاصتها: العشاء سيء السمعه، العشاء صعب جدا، العشاء اديه لعدوك، العشاء هو المشكلة الكبيرة. النهاردة الحقيقة هنتكلم عن المعدة، هنتكلم عن السكر وتظبيطه، هنتكلم عن القولون العصبي، هنتكلم عن حاجات كثيرة جدا. بس كان لزاما علينا ان احنا النهاردة فعلا نتواصل مع احد النجوم، زي ما حضراتكم عارفين كل مرة بنلتقي بنجم نتصل بيه علشان يقول لنا منظوره عن الصحة. انا في انتظار اتصالاتكم الهاتفية النهاردة عن كل ما يخص الصحة في برنامج حلمك حقيقة مع الدكتور حسين الشورى. وزي ما بقول لكم تستطيعوا التواصل معايا على 192 شارع التحرير، 192 شارع التحرير، سواء برسالة سواء بجواب سواء بالحضور. يعني أنا دايما إن شاء الله في خدمتكم، سواء في مركز المانيال أو مركز التحرير أمام سينما التحرير بالدقي، 129 شارع التحرير. كمان في الأقصر، أهلنا في الأقصر في شارع التلفزيون برضو نستطيع التواصل معهم. أنا بروح كل 15 يوم المركز بتاع الأقصر
امام باب مستشفى الاقصر الدولي على شارع التلفزيون لاستقبال الحالات بتاعه الكبد والجهاز الهضمي، تليف الكبد، القولون، التهابات المعده. والنهارده الحقيقه هنتكلم على حاجه مهمه جدا تخص المعده، والمعده بيت الداء. ولو سمعتوا الفنانه رانيا فريد شوقي قالت كلمه قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقول: نحن قوم لا ناكل حتى نجوع، واذا اكلنا لا نشبع. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو ده الكلام الحقيقه اللي اي حد هيلتزم بيه فعلا. هما قاعدتين بقول: اذا كلنا ما نشبعش، وما ناكلش غير واحنا جعانين، يعني ما تاكلش غير وانت جعان، بس اذا كلت ما تملاش بطنك. هذه خلاصه القاعده اللي من الهدي النبوي بتاعت المصطفى صلى الله عليه وسلم. طيب النهارده عايزين نتكلم على البكتيريا الحلزونيه، والكلام عنها الحقيقه جميل جدا، واتمنى اي حد عنده مشكله في المعده يرفع السماعه ويكلمني دلوقتي. والام المعده ساعات تبان انها مشاكل معده وهي قلبه على قولون، يعني ساعات يبقى عدم الرغبه في الاكل ده بمشكله البكتيريا الحلزونيه، ساعات يبقى النفس مسدوده عن الاكل، ساعات يبقى الاكل متحوش مش راضي يتحرك خالص، ساعات احس بحموضه بتطلع وتنزل، ساعات احس برغبه في القيء. كل دي مشاكل تنجم عن البكتيريا الحلزونيه، وهي سميت الحلزونيه لانها حلزونيه. بفكركم تاني، نحن في انتظار اتصالاتكم الهاتفيه على الارقام الموضحه على الشاشه. والحقيقه اي حاجه مش لازم المعده، زي ما قلنا قولون عصبي، مراره، تليف كبد، قولون، امساك، اسهال، مغص، كل هذه الموضوعات احنا بنطرحها النهارده ان شاء الله باذن الله ونناقشها مع بعض. يتبقى ان احنا نقول بس ان الراجل اللي اكتشف البكتيريا الحلزونيه خد جائزه نوبل، لانه الحقيقه البكتيريا الحلزونيه هي بكتيريا حلزونيه الشكل. ربما يعني الكثير يسال نفسه سؤال مهم جدا: في ظل وجود حموضه المعده، ازاي رغم وجود حموضه في المعده هذه البكتيريا تعيش؟ طيب هذه البكتيريا تعيش رغم وجود حموضه في المعده لانه في حاجه اسمها اليورييز. اليورييز هذه الماده بتطلع نشادر، فاليورييز هذه المادة اللي بتطلع نشادر بتعادل حموضة المعدة، فتستطيع هذه البكتيريا انها تعمل ايه؟ تعيش في هذا الوسط الحامضي. وده اللي خلى الحقيقة الراجل اللي خد جايزة نوبل في الطب خدها لهذا السبب، لانه كان كل الناس وكل الاطباء يقولون ازاي هذه البكتيريا تستطيع ان تعيش في ايه؟ في المعدة. طيب الحقيقة كان نجاح هذا الرجل يعني باهر جدا، ونجاح الكاميرا اللي اتسلطت على هذا الرجل كانت رائعة جدا، لانه الحقيقة الرجل خد نوبل وبقى من اشهر الناس على مستوى العالم، وقضى على آلام العديدين. كان الطب قبل هذه الجائزة وقبل ظهور هذه البكتيريا كان قاصرا، كان يقول للي عنده ألم في المعدة: انت بتدخن ولا لا؟ يمكن يكون هو ده. بتزود القهوة ولا لا؟ يمكن يكون هو ده. أكلك مسبك ودهون وحراق و و و و ولا لا؟ ودي الحقيقة يعني مش 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 بعيدة على اللي احنا بنقوله، لكن مش هي الكورنر ستون أو حجر الزاوية في آلام المعدة. وجود البكتيريا دي خلى فيه مشكلة كبيرة. طيب البكتيريا دي في بعض الحالات القليلة مش الكتيرة بتسبب سرطان المعدة، وشفنا حالات كانت البكتيريا الحلزونية، وانا قلت مش كتيرة عشان الناس ما تتخضش، سبب في سرطان المعدة، مش بس اورام عادية، لا سرطان المعدة. وهي الحقيقة بتنمو في الغدد الليمفاوية بتاعت المعدة، يعني عند الجزء الليمفاوي او النسيج الليمفاوي من المعدة، وهي بتدخل في هذا المكان وتسبب هذا الورم اللي بيتغلغل في الجزء الليمفاوي من غشاء المعدة ويعمل المشكلة دي. طيب المريض يعمل ايه؟ المريض طبعا زي ما انا حكيت الاعراض، وده مش كلها ولكن اغلبها. اذا حد حس بالحموضة اللي مش راضية تروح خالص، حس بالارتجاع، واحد يقول لي طب الله يا دكتور حسين الشورى، ساعات الواحد
ياخد دواء للحموضه والدنيا تتظبط وترجع تاني، وبعدين تتظبط وترجع تاني. الحقيقه تكرار المشكله بتاعت المعده قد يكون السبب فيه هو ايه؟ هو القصه دي. طيب ايه كمان تاني من الحاجات البايخه جدا؟ الغازات والانتفاخات. طيب الدكتور حسين الشرع قال لنا في حلقه سابقه انها قولون، هي ممكن تيجي من المعده، ممكن تيجي من المعده، وتبقى ساعتها مشكله متعلقه بالمعده مش بس بالايه؟ بالقولون. عشان كده بقول لحضراتكم اي عدم راحه جايه من المعده قد تكون بنسبه كبيره سببها البكتيريا الحلزونيه. ودايما لو مش البكتيريا الحلزونيه السبب في الم او التهاب المعده، اعتقد انه بيبقى المشكله سهله، سهله الحل نسبيا، باستثناء ارتجاع الايه؟ المريء، لانه سبب ميكانيكي، سبب ميكانيكي. السبب الميكانيكي ده انه في صمام بين المريء والمعده، المفروض الصمام ده بيتقفل بعد الاكل ما ينزل على طول. ساعات بتبقى العضلات القابضه بتاعته ضعيفه، فده يؤدي الى ارتجاع الايه؟ الاكل والعصاره من المعده لفين؟ للمريء. واحنا عارفين ان المريء طوله كام؟ 25 سنتي، اذا مسافه كبيره، ومع ذلك بيطلعها لحد ما حضرتك تحس بهذه الحموضه او هذا الطعم الغريب غير المقبول فين؟ في البق. ده لدرجه انه ساعات بيوصل للسنان. طيب معايا الاستاذه هناء. الو. الو. ايوه يا فندم. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. انا كنت من سنه عامله شايله المراره. الف سلامه على حضرتك. الله. وبعد كده كنت بتعالج من المضروب الحلزوني. ايوه. وغبت 8 اشهر اتعالج منه، وعملت تحاليل طلعت سليمه، ورجعت عملت تحليل دم طلع سليم. وعدتني علاج لمده 15 يوم خدته، وعملت تحليل دم عشان تطمن عليه، قالت لي مش موجود حاجه والمعده مش موجود حاجه وكويس، وبطلت العلاج. وبعدين جيت من بعد ما عملت العمليه بسنه كده، جاني من شهر 9 ارتجاح في المريء. رحت الدكتور جهاز هضمي، اداني علاج ومشيت عليه، وبقيت يعني كويسه والترجيع قل. بس اول ما باكل لقمه في معدتي بحس ان حاجه كبست عليا كده، حتى لو معلقتين رز او حاجه. انا عنده السكر اصلا. الف سلامه. الله يسلمك. وبعدين اروح بعدها بساعه باتنين كده، لما كنتش اتحرك وامشي شويه واروح واجي، اروح قايمه مرجعه. بتحس بالامتلاء مش كده؟ بتحس ان الاكل، الاكل كمان مش راضي يتحرك. اه الاكل مش راضي يتحرك، كابس كده على معدتي. الف سلامه. بتاخد انسولين ولا اقراص يا لا ماما؟ باخد اميريل. واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا لا ام واحده. ام واحده. واحده تركيز واحد. كام؟ نعم واحده. واحد ولا تلاته؟ ها يعني واحده. واحد. تركيز الاميريل كام؟ في واحد واتنين وتلاته وام. تلاته. لا باخد تلاته. تمام، مره واحده في اليوم قلنا. طيب. وباخد نوع تاني مش عارفه اسمه، يعني ده لتظبيط الدم، السكر في الدم. جلوكوفاج او سيدوفاج. وبعدين كنت عامله تحليل سكر تراكمي من شهرين، طلع كام؟ طلع 6.7. ده كويس جدا، ده مش وحش. طب على الريق بيطلع كام السكر على الريق؟ على الريق ساعات بقيسه كده عشوائي بيطلع 120 130 90. تمام تمام كده. تمام. دلوقتي لما باكل لقمه بحس ساعات يوم بكبه كويسه، يوم تاني الاقي اللقمه وقفت على قلبي كده، وفي تقلصات في معدتي، في تقلصات في جنابي، باخد برشام القولون، حاجات كده. اللقمه بتبقى مركونه لغايه ما اجي اكح تلاقي الميه طلعت من بقي كده، وبعدها الاكل اروح مرجع. الف سلامه. بس ما بتحطيش صباعك ترجعي بنفسك؟ لا لا ما احطش صباعي. ترجعي لوحده عشان ده غلط، وضع الصباع في البق للترجيع غلط. لا لا ما بحط الصباع، هو انا مجرد ما اكح انا الاقي حتى في وجع كده جالي في الرئه كده او في معدتي، الاقي ميه كده طلعت في بقي، تنزل وتطلع تنزل وتطلع. الف سلامه. ده واحد من مجرد العلامات بتاعت ما البكتيريا. تفتها ده الاقي اول ما اكح الاقي الاكل طلع من معدتي. طيب الف سلامه. هجاوبك. بتتكلمي منين؟ انا بتكلم من النعام. النعام. النعام دي فين؟ ماشي. فين النعام دي؟ عند طيب. الحلميه كده الحلميه في قبل مصر يعني؟ الزيتون. في مصر. طيب معايا الاستاذ عزه. اهلا بيكي. اهلا بيكي طبعا، بس انا ما سمعتش كلمه النعام قبل كده. اهلا وسهلا استاذ عزه. السلام عليكم. هنجاوب على الاثنين ان شاء الله. استاذ عزه السلام عليكم. اتفضلي يا فندم، وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون بعد اذن حضرتك. اتفضلي. طيب حاضر. بصي لو سمحت يا دكتور، انا عندي 30 سنه، ربنا يديك الصحه، وعندي سكري عالي جدا، وباخد انسولين مستورد.
نوع واحد وبعدين ولا نوعين؟ نوع واحد ولا نوعين انسولين؟ لا هو نوع واحد بس تمام، اسمه ايه؟ اللي هو المستورد يا دكتور. تمام، مش مشكلة. مرة واحدة بالليل يعني ولا النهار؟ الصبح. لا باخد الصبح، كم وحدة؟ كم وحدة؟ باخد الصبح 8 سنتي. 8 سنتي الصبح. تمام. وممكن لما بحس ان انا مش مظبوطة او جسمي مش مظبوط باخد 3 سنتي قبل العشاء. تمام، ألف سلامة. الله يسلمك. وبعدين قست سكري قبل الاكل لقيته 168 تمام، قبل الاكل، 168، ده قبل بس انا انهي سكري أكلة؟ وصل ل 400 و500 يا دكتور. وحش، 400 و500 وحش جدا، وحش. 400 فعلا و500، يعني ممكن اقل حاجة عندي لما سكري بيكون نازل بيبقى 200. لا ألف سلامة، هنظبط لك السكر إن شاء الله بإذن الله، يعني بإذن الله تعالى. بس هما النوعين دول يعني مش كويسين خالص، يعني النوعين دول مع حالتك وجود إنهم ساعات بيطلعوا 400 و300، أنا عايز أقول لك ساعات ناس بتجيني من السعودية ومن الكويت يظبطوا السكر ويرجعوا تاني. فتظبيط السكر عملية تستحق إنك تدوري على الدكتور علشان السكر يتظبط. 300 و400 غير مرضية خالص، هتتعب لك الكلى بعد فترة لا قدر الله، هتتعب لك العين، وأكيد في زغللة في العينين. لو أنت معايا على التليفون قولي آه، لو البولي صحيكي من النوم بالليل مره ولا مرتين، في شويه مشاكل كتير ما دام بيطلع 300 و400 ساعات. معايا حضرتك؟ مدام معايا عزه. دكتور مع حضرتك. حاضر. بتتكلمي منين يا مدام عزه؟ انا من الحفير يا دكتور، انا من الحفير من مركز القياس 23. تمام. الف سلامه على حضرتك استاذ عزه. اللي انا عايز اقوله بس ان احنا هنغير نوعين الانسولين بنوعين تانيين خالص، ومجرد ما نغير نوع الانسولين ونختار النوع المناسب صدقيني هتشوفي ارقام عمرك ما كنت بتحلمي بيها. الارقام اللي احنا دايما بنقول لمريض السكر احفظها، من 70 ل 140 على الريق، ودايما افضل حاجه من 90 ل 110، وقلنا ده الحلم اللي صعب المنال على كل الناس طول الوقت. يعني ممكن واحد سكره يبقى بين ال 90 وال 110 مره مرتين، انما طول الوقت طول الوقت ده المطلوب لكنه صعب المنال شويه. فعشان كده بنقول من 70 ل 140، ده رائع جدا لو عرفنا نظبط سكرنا على الريق بين الرقمين دول بعد الاكل بساعتين، فطار غدا عشاء، من 70 ل 160 ده رائع جدا. وطبعا يظل الرقم من 90 ل 110 هو الرقم الامن المطمئن اللي المضاعفات ما بتحصلش معاه. لكن يظل برضو كلامنا انه الوصول الى تظبيط السكر مهمه يشترك فيها الطبيب مع المريض. علشان كده اتمنى حضرتك تتواصلي معانا سواء على المركز بتاعنا اللي هو 129 شارع التحرير دقي، فوق محطه مترو الدقي، فوق محطه مترو الدقي، او قدام سينما التحرير، هما بالظبط جنب بعض. يعني المركز يا اما فوق سينما التحرير يا اما فوق محطه مترو الدقي، 129 شارع التحرير. انا بتواجد هناك على طول، حضرتك تقدري ان شاء الله تنورينا او تتواصلي معانا على العنوان ده بأي طريقة، وإن شاء الله بإذن الله هظبط لك السكر وترجع الدنيا كويسة معاكي جدا. لأنه الحقيقة الأرقام دي مش عجباني خالص خالص، وأنا حكيتها وقلت لحضرتك. طيب نرجع لأختنا الأستاذة هناء من النعام. الحقيقة يعني في الموضوع القصة اللي سردتها فيها كتير من الكلام يعني اللي عايز نقف قصاده، لأنه يا إما هي قايلة معلومات بعضها غلط، يا إما الدكتور اللي معاها يعني مش واخد باله من كذا نقطة. اولا العلاج بتاع البكتيريا الحلزونيه عمره ما كان 15 يوم، هو 21 يوم 3 اسابيع، دي نمره واحد. الحاجه الثانيه هو كل مره يعالجها ويرجع يعمل لها تحليل في الدم، والتحليل اللي في الدم غلط جدا احكم بيه على البكتيريا الحلزونيه. اللي احكم بيه على البكتيريا الحلزونيه نشيطه ولا لا، موجوده ولا لا، هو تحليل البراز اعزكم الله، مش تحليل الدم. ولذلك هو الراجل انا ما اعرفش ازاي، يعني سواء المعمل مش مظبوط بتاعها اللي بتتعامل معاه، او الدكتور المعلومه مش ثابته عنده، او هي نقلت لي المعلومه غلط او قايلاها من غير ما تدري. ما ينفعش اقول انا خلصت من البكتيريا الحلزونيه وحللت دم لقيت البكتيريا الحلزونيه مش موجوده في الدم، الكلام ده مش حقيقي، لان البكتيريا الحلزونيه لها اجسام مضاده بتفضل موجوده على طول في الدم، لكنها ما بتفضلش موجوده في البراز اذا كانت خفت. يعني الفيصل والحكم على اني الواحد خف من هذه الدوده القاسمه الصعبه اللي يعني بايخه جدا يحصل بان احنا نحلل براز مش دم. علشان كده الحقيقه المشكله هنا يعني عايزه واقفه. من الحاجات التانيه طبعا اللي هي قالتها انها بتاخد امريل 3 مللي. الامريل 3 يا اختي قبل الفطار ممكن يظبط لنا الفطار، واحنا اتعلمنا مع بعض في الحلقات ازاي نظبط سكرنا، وقلنا
انتوا في الحلقات مش هتستغنوا عن الطبيب خالص، يعني الطبيب باي باي طبيب السكر، لكن كل الحكايه، وده حق انا في رايي انه حق مشروع للمريض نفسه انه يعرف الدكتور اللي هو ماشي معاه ظبط له السكر ولا يغير الدكتور، حتى لو الدكتور ده حسين الشورى، يعني حتى لو الدكتور ده هو انا وسكرك مش متظبط معايا حضرتك يعني اتفضل وغيرني، بس ما تقعدش مع دكتور وسكرك عمال يطلع ارقام عاليه جدا، هو انت مستني ايه؟ يعني زي المدرب اللي عمال يعني يحقق نتائج سيئه مع فريق بيصبروا عليه ماتش اتنين تلاته، انما غير كده مرتضى منصور هيطلع له يعني. فاللي عايز اقوله بس انه الطبيب يعني او المريض المفروض انه عارف بعد قد ايه يكمل مع الطبيب او ما يكملش، حتى لو الطبيب ده انا زي ما قلت لكم. انما الفكره كلها انه احنا عايزين العيان يطلع من الحلقه دي عارف هو كويس تحليل ولا لا، وده حقه. يعني انا ماشي مع دكتور وعمال ادفع فلوس لدكتور ودواء، بدفع فلوس كشف عند دكتور ودواء باخد بيه العلاج، فلازم ابقى عارف ابسط حقوقي، يعني البديهيه والاوليه خالص ان انا اعرف السكر العلاج ده جايب فايده معايا ولا لا. فدي ارقام يا اخوانا، ارقام. حتى انا دايما اقول ايه، غير المعمل من وقت للتاني، لانه ممكن حظك يوقعك في معمل الراجل مش شاطر او مش عارف يعمل التحليل صح فيديك النتيجه هي هي هي، فغير اغيب كده وايه كل وقت للتاني واروح مغير. طيب ارتجاع مريء، طبعا ارتجاع المريء ده يعني مهم جدا وان شاء الله هنتكلم عنه النهارده، لان احنا مفترض نتكلم عن المعده وارتجاع المريء وان يونت يعني او جزء واحد. من الحاجات المهمه طبعا انها اشتكت الاخت هناء من انه الاكل يعني مش بيتصرف، الاكل كاتم على نفسي، الاكل قاعد مش راضي يتحرك، ودي الحقيقه عند بعض الناس احيانا بتبقى موجوده لو كلنا كميه اكل كتيره عملت تخمه اللي هي بنسميها التخمه في الاكل وما اتحركناش كمان. فطالما ان احنا ما اتحركناش والاكل لسه ما اتحركش دي مشكله بتبقى عند السليم وغير السليم حتى. انما لو كميه الاكل كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ثلث لطعامه ثلث لشرابه ثلث لنفسه، انا ما اعتقدش دي هتيجي. انما مرضى السكر عندهم الحته دي، عشان كده انا سالتها وانا واثق انها هتقول لي اه، وقالت اه. قلت لها الاكل عايم على بطنك مش راضي يتصرف، قالت لي اه. هنكمل بعد ما نسمع الاستاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد بي اهلا بيك، لكن استاذنك حضرتك معاك محمد الشورى من الفيوم. محمد الشورى؟ اه يا باشا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. استاذنك بس استاذ محمد الشورى، انا يشرفني اني اسمع على اسمك، يعني مع ان انا اهلي من الاقصر مش من الفيوم، لكن طبعا كل الناس اهلي وحبايبي. استاذنك نوطي التلفزيون واهلا بيكم باهل الفيوم واهل الشورى اجمعين. وطي التلفزيون واتفضل. انا بعاني من ارتجاع المريء والحموضه دي بقالي 5 سنين. الف سلامه. حضرتك يعني انا خدت علاج ميوبان ورانتيدين وبيبرازول 40 ولحد ما خفت فتره كده، فطبعا زهقت من العلاجات كلها وبدات اخد علاج بالعشاب كده زعتر على كمون، يعني بدات العمليه تسريع، بس بيرجع ترجع تاني الحموضه تاني وارتجاع المريء تاني بأي يعني 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 ممكن بأي تلخبط في الاكل. تمام، الف سلامه. بس احنا عملنا البكتيريا الحلزونيه ولا لا؟ قلنا كل اللي عنده الحموضه واضطرابات في المعده الاول يطمن البكتيريا الحلزونيه عنده ولا لا، لانه دي حجر الزاويه، اذا مش عنده ياخد الموضوع بسهوله بقى والامور يعني، انما لو عنده دي بتجيب سرطان، فيبقى لازم نحلل ونطمن انها مش موجوده وبعدين نمشي في الامور اللي حضرتك بتقولها. الحاجه الثانيه، انت مليان ولا رفيع؟ سمنه ولا مفيش سمنه؟ هو حضرتك في حدود الثمانينات كده. 80 والطول كام؟ الطول 170. 170 يعني في 10 كيلو زياده تقريبا. اه. طيب. انا بمشي من دول كتير. طيب. وبعمل تمرينات رياضه. طيب، حضرتك يعني عملنا البكتيريا الحلزونيه ولا لا في البراز؟ لا ما عملتهاش حضرتك. انت من اول الحلقه معانا سمعت المعلومات ولا بتقلب بالصدفه دلوقتي؟ نعم يا فندم. حضرتك بتقلب بالصدفه ولا سمعت كل المعلومات اللي في الحلقه على البكتيريا الحلزونيه؟ لا انا كنت عندي فكره عن موضوع الحلقه عن موضوع البكتيريا الحلزونيه ديت ونفسي اعملها، فقلت اشوفها لكون لحد ما عرفت من حضرتك دلوقتي اول ما سمعت البرنامج عرفت ان هي ممكن تكون السبب في الحموضه والارتجاع. اول ما سمعت كده ده حقيقي اتصلت بحضرتك ومش عارف هل القانون العصبي برضه له دخل في الموضوع. لما بتعرف هحكي لك كل ده، هحكي لك كل ده حاضر، بس انت قلت لي ما عملتش اختبار البكتيريا الحلزونيه. ما عملتوش لا يا فندم. طيب اعرف انه بيتعمل في البراز مش في الدم، الدم ده استرشادي فقط، يعني عايزين نفرق بين واحد جات له الدوده ولا لا نعمل بالدم،
او لو هو ما عندوش رغبه يعمل براز فخلاص نعمل في الدم، لكن الافيد والافضل هو الايه اللي في البراز، لانه بالعقل كده هي بتنزل مع البراز الدوده، فلو نزلت تبقى موجوده، ما نزلتش تبقى مش موجوده. فيعني واقع في لايف، يعني انا بسميه لايف لايف. تمام يا باشا، اتفضل يا حبيبي. بيجيلي خطفه نفس كده في فم المعده كده على طول من الليل هي للليل. برضو هي برضو هي برضو هي يعني انا برضو بخاف، قلت ده انا عندي اذا القلب وكده. البكتيريا الحلزونيه تبقى هي، ما كانش يبقى شويه حموضه عاديه، ما احنا حكينا ساعتها ترفع راسك على مخده، تاكل نص بطن، اكلك يبقى خفيف. الاستاذه رانيا فريد شوقي من شويه كانت معانا على الهواء قالت ما بتعشاش، ممكن ما نتعشاش ونجرب القصه دي، هنلاقي الدنيا. وانا عندي الضغط يا دكتور حسين، بتاخد له ايه؟ باخد له كنكور 5 مللي. خمسه ولا خمسه بلس ولا لا 10؟ 5 مللي عاده. خمسه العادي. طب اتظبط عليه ولا لا؟ بتاخدها على الريق؟ باخدها على الريق، بيظبط يعني الدنيا الحمد لله. بس تظبط يعني، تقيس الصبح ومره كده تغيب وتقيس بالليل عشان نشوف الحبايه بتاعت الصبح مكمله معانا بالليل ولا لا بالليل الضغط بيعلى واحنا مش عارفين. كل 24 ساعه من الصبح للصبح. ما هو حضرتك بتاخدها كل 24، بس هل هي مكمله لحد 24 ولا لا؟ يعني نغيب كده ونزيد بالليل، نقيس بالليل على المغرب مره على العشاء، لو لقينا الدنيا تمام يبقى هي مكمله معانا بالليل وشكرا. انما لو لقيناها اتفضل لو زاد مثلا 10 ولا حاجه باخد له كوبايه كركديه ساعه وشكرا على كده. تمام. عموما ربنا يحميك ويحفظك، ودايما كل سنه ولا سنتين كده نعمل حاجه اسمها فحص قاع عين عشان ساعات الضغط يبوظ لنا العين. طب معانا الاستاذه رمزيه وهنجاوب الاثنين. كان معانا الاستاذ محمد الشوره من الفيوم، وما ينفعش يبقى اسمه محمد الشوره وانا حسين الشوره ومعدته بايظه، حتى لو مش ابن عمي يعني، ما ينفعش خالص يبقى هو محمد الشوره وانا حسين الشوره ومعدته بايظه. اتمنى يتواصل معايا على التليفونات. طيب معانا الاستاذ رمزيه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي بتتكلمي حضرتك يا منين دكتور؟ يا اختي اتفضلي. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا من فتره كده كنت يعني من كام سنه كنت بشتكي على طول من معدتي. الف سلامه. الله يسلمك. وكشفت منظار لاني كنت رجعت دم لونه بني قوي كده. فكشفت عند الدكتور قال لازم تعمله منظار، فعملت منظار قال لي ان انا عندي قرحه. وقال لي حللي كده ليا اللي هو البكتيريا الحلزونيه. البكتيريا الحلزونيه. فحللتها فلقيتها عندي. خدي بالك الدم فاداني علاج لونه بالفعل البني اللي هي البرشامه الخضراء والصفراء والبيضه والبيضه. سامعك انا بس وطي التلفزيون. وعلى فكره انا بقول للساده المشاهدين معاكي، ساعات الدم اللي لونه بني يبقى علامه من علاماتها، ساعات الترجيع اللي لونه بني يبقى علامه من علاماتها، عشان كده بقول لكم هي حاضره موجوده. وعلى فكره بتنتقل بالاكل والشرب، تنتقل بالنفس، تنتقل بالذباب، يعني الذباب ممكن ينقلها من حد لحد، فهي عايشه معانا. بس اللي بيقوي المناعه بتاعتنا انه مناعتنا قويه، فتخلي واحد ياخدها وواحد ما ياخدهاش، عشان كده ما تتعبش نفسك في الشغل زياده عن اللزوم، اخلص في شغلك لكن ما تجيش على نفسك قوي. اتنين، اكلك يبقى خضار وسلطه و و و و وفاكهه، ده بيقوي المناعه. اتفضلي كملي، انا معاك اتفضلي. وكتب لي حضرتك على نوع علاج اسمه كنترلوك حاجه زي كده. كنترلوك للمعدة. 40 40 او 20. اتفضلي. كنترلوك 20. تمام. وكتب لي على حاجه اللي كان عندي ضغط عالي برضو، كتب لي كونكور 5 بس مش بلاست اللي هو العادي. تمام. بس ومن فتره كده حسيت ان جنب اليمين، وقعدت خدت فتره كبيره قوي علاج للمعده، اني ما فيش اي علاج خالص كان بيمشي معايا حلو، يعني على طول كنت بستفرغ بستفرغ بستفرغ. الف سلامه. حتى بعد ما عملت المنظار الله يسلم حضرتك. ما حسيت من قيمه تيجي سنه كده تحت صدري اليمين، حاسه ان في يعني كلكعه كبيره كده مش قادره ان انا اتنفس منها. فبحسبه قولون، فروحت للدكتور قال لي لا انت كبدك دهني. رغم ان هحكي لك عن الكبد، هحكي لك عن الكبد الدهني دلوقتي، انا مش عايزك بس تضيع وقتك كتير في امور جانبيه، هنحكي على الكبد الدهني بس وهنقول. حاجه حضرتك عايزه استفسر فيها على حضرتك. عيون يا بابا اتفضلي. وقال لي انزيماتك عاليه، فانا حللت انزيمات لقيتها عاليه. مره ليها عاليه يعني بعد كل شهر انا احللها، ليها عاليه مره ومره لا. فانا عايزه اعرف بتعلى من ايه. صح. ورغم ان انا مشيت على علاج كويس. طيب. وكبدي بقاش دهني بقى كويس. تمام. طيب عمل لك بقيه التحاليل؟ احنا لما نلاقي الانزيمات عاليه بنعمل فيروس بي وفيروس سي وفيروس الف، كل حاجه، طلعت وظايف الكبد وكل حاجه سليمه. سليمه طلعت كل. قال ما فيش. طيب. اي حاجه خالص. خلاص. السفره ما بتعلاش؟ المراره؟ الايه المراره السفره؟ لا انا شايله المراره. شايله المراره من كام سنه؟ بقالي 5 سنين 6 سنين اهو. تمام. البول كان يبقى لونه اصفر ساعات؟ طيب قطع الاتصال.
ألف سلامة، متشكرين جدا طبعا أستاذة رمزية. الحقيقة يعني في أكتر من موضوع عايز أحكيه، بس أنا عايز أقول لكم بس إنه إن شاء الله هنكون في استقبال حالاتكم في برج الأطباء أول فيصل، برج الأطباء أول فيصل بجوار أولاد رجب، ده أنا بتواجد بيه بالنهار، برج الأطباء أول فيصل يعني 5/6. طيب معايا الأستاذ محمد، أو في المانيال أو في الدقي وأمام سينما التحرير، ميدان الباشا في المانيال. طيب ناخد الاستاذ محمد في الاتصال ده. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ وعليكم السلام يا غالي، اتفضل امرني. الله يخليك يا دكتور، ازي الشد؟ الحمد لله يا غالي. والدتي مريضه بالسكر من النوع الثاني. يا حبيبي الف سلام عليها، طب اتفضل. دلوقتي انا عايز سيادتك يعني، هل ممكن هيجي للاولاد هيجي ولا ايه الوقايه او اعمل ايه؟ طبعا سؤالك، وبعدين ايه الاغذيه لسيادتك اللي ممكن تخفض حاضر. نسبه السكر دي؟ حاضر، سؤالك جميل. اتفضل. وبعدين هي سيادتك في سؤال تاني، دايما بتشتكي من صدرها. صدرها على طول بيوجعها، وراح اتكشفت وعملت تحاليل وماشي عليك، بس برضه في الم مش عارفين الالم ده من ايه. طيب صدرها ده يعني الناحيه الشمال والدراع الشمال والكتف الشمال ولا اليمين؟ لا من النص، بتقول من النص. من النص. طيب هي مليانه ولا رفيعه؟ لا وسط يعني. وسط يعني. حد في العيله عنده سكر؟ اخواتها، باباها، اخوها كان عنده، اخوها كان توفى، وفي اخوها تاني لسه برضه عنده برضه. طيب ربنا يديها طولة العمر. سؤالك جميل جدا، وانا يعني هبروزه بس في حتة تانية واقول، هل السكر مرض يمكن تجنبه؟ هل نقدر نمنع السكر؟ الحقيقة ان شاء الله نقدر نمنع السكر بالحاجات اللي هقولها، واذا الوقت ما كفاش النهارده لان حضرتك اتصلت بينا في اخر الحلقة، افتكر انه الحلقات يوم الحد ويوم الاربع 11 بالليل، تابعنا على طول حد واربع 11 بالليل، هتلاقي معلومات يعني تستاهل بقك زي ما بقول. ألف سلامة، وبسرعة هنقول احتراما للأخ محمد وبرضه للأخت رمزية، وده زي ما بقول لو الوقت ما كفاش أي سؤال أنا بجاوبه، تابعوا الحلقات حد واربع 11 بالليل، هتلاقونا دايما الأسئلة بتتكرر والأجوبة بتتكرر إن شاء الله. الأستاذ محمد بنقول له فعلا السكر يمكن تجنبه، إنهم يعملوا حاجة اسمها السكر التراكمي بالذات لو مليانين شوية. النوع الثاني بتاع الناس التخان، النوع الثاني بتاع الايه؟ التخان، انما النوع الاول بتاع العيال الصغيره يعني مولوده وهي نقصها في نقص انسولين، ودول بياخدوا حقن من الاول، انما النوع الثاني هو بتاع الكبار. صحيح الطب دلوقتي قال لك ما فيش حد فاصل بين الاول والثاني، وبقى في نوع ثاني كده اسمه المودي، هنحكي عنه في حلقات ثانيه، المودي ده نوع من السكر جديد شويه، واخد حاجات من النوع الاول وحاجات من النوع الثاني. الاطباء لما جم يبصوا على النوع الاول لقوه مش النوع الاول، وبصوا على الثاني لقوه مش النوع الثاني، فسموه مودي، والمودي ده انواع هنحكي عنه ان شاء الله بالتفصيل الممل. وزي ما بقول لكم تظبيط السكر مهمه تستحق انك تتعب عشانها. احنا عندنا اربع مراكز، تنورونا في اي مركز ان شاء الله، سواء في الاقصر شارع التلفزيون بجوار صيدليه الدكتوره سناء النوبي، او في التحرير عنوان ما يتوهش خالص فوق محطه مترو الدقي امام سينما التحرير، او في المانيال محطه الغمراوي 84 شارع المانيال بجوار ميدان الباشا، او في فيصل برج الاطباء اول فيصل مطلع كوبري فيصل بجوار اولاد رجب. الحقيقه يهمني اول حاجه رمزيه، وظايف الكبد دي عشان ننزلها لو مليانه تخسي، 2 تبعد عن الدهون والمسبك والحراق، 3 تاخدي بعض الحاجات المهمه في الادويه، يعني مش هقدر اقولها على الهوا دلوقتي، تقدري تتواصلي معايا، لكن اللي اقدر اقوله انه في خلطه حلوه جدا لمرضى الكبد جنبا الى جنب مع الدواء. الخلطه دي باختصار معلقه كركم صغيره، نص ليمونه على الطبق بتاع الاكل، يبقى تاني عصير ليمون اللي هو الليمونه يعني، الكركم، زيت الزيتون، فص او فصين توم صغيرين، فص او فصين توم، عصير ليمون، وده دواء كان موجود في الصيدليات اسمه بينيل، والدواء ده شركه بطلت تعمله فادينا العيانين. هذه الوصفه البسيطه بدات تجيب فايده، واعرفي يا اختي ان دهون الكبد في نص الناس بترفع الانزيمات والنص التاني ما بترفعش الانزيمات. اللي الانزيمات بتاعت الكبد بترتفع من ايه؟ بترتفع من فيروس بي، فيروس سي، المشاكل اللي بتجري الكبد، الالتهابات اللي بتجري الكبد، المراره لو التهبت، مع انها قالت انها شايله المراره، وعايز اقول كل اللي شالوا المراره ما تحسنوش قوي، لانه بقى الهضم ناقصه حاجه، علشان كده اللي بيشيل المراره بيبقى عنده مشاكل في الهضم، انتفاخات، غازات، سوء هضم، البطن مش مرتاحه لانه المراره دي ما هياش حاجه عارضه، دي كانت حاجه مهمه في جسم الانسان. اللي عايز اقوله برضو انه لما الدكتور اداها العلاج، المفروض انه في حاجه مهمه جدا، بعض الاطباء حتى
زمايلنا الافاضل بيغفلوها او يعني ما بياكدوش على العيان. انا مش عايز اقول ان الدكتور مش عارف، لا الدكتور زميلنا عارف وشاطر ومحترم، بس كل الفكره مع الزحمه ربما ما بيبقاش قال للعيان المعلومه المهمه دي. بعد ال 21 يوم من الدواء اللي هي قالت عليه اللي هو كبسوله بيضه، كبسوله صفراء، كبسوله خضراء، بعدهم على طول بناخد اسبوع نوقف العلاج لازم، وبعدها نحلل. لو حللنا ده واحد يقول لي الله طب ما خدناش الاسبوع ده وحللنا على طول، هيطلع النتيجه غلط. يبقى نتيجه التحليل عشان ما تطلعش غلط حضرتك تاخد 15 21 يوم وتاخد اسبوع اجازه من الدواء وبعدين تحلل، ساعتها النتيجه هتطلع بالظبط. بفكركم 03-1-3-8-70-60 03-1-3-8-70-60 او 010-9-03-7-0-3 تستطيعوا التواصل معانا. ودايما دايما دايما زي ما بقول لكم البسمه والضحكه والفرحه قرار، تبسمك في وجه اخيك صدقه، الابتسامه هي الطريق الى كل قلب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه. كل مقدمي البرامج يختمون برامجهم بكلمات واختمها بابتسامه.